الاثنين يتعاونوا في اربعه بلهوجه وعايزين يكلفتونا في الاثنين. لكن التقييم النهائي للدستور اعزكم يبقى بين ايدين حضراتكم خلال ثلاث اربع ايام بالكثير. حاضر، انا اخلص الحته دي. ده مش معناها ان مفيش حاجات احنا ضدها في المسار الدستور الموجود، لا، في حاجات احنا ضدها. في حاجات ان احنا ضد تحصيل منصب القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع. احنا ضد صلاحيات رئيس الجمهوريه الذي تم التوسع فيها بشكل يفوق دستور 71 بالمناسبه. يعني بالعكس، الدستور المعطل كان قلص صلاحيات رئيس الجمهوريه، الدستور الحالي استرد رئيس الجمهوريه كامل صلاحياته وزاد عليها صلاحيات جديده.